لا تبقى انت رحمة. مساء الخير ابو مبارك. مرحبا. شلون طال عمرك؟ مرحبا ومسهلا. وجه الخير يوم جيت تدير اجل مطر معك. مرحبا بك والله نصاب. ان شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صلي على محمد. السلام عليكم. انا مصلين الله يقبل منا ومنكم. اليوم معنا ضيفان معنا. وش؟ وشن هو؟ يصير عمرك 7؟ إيه؟ انت كيف حالك؟ طيب. إيه؟ امك وينها؟ بالبيت داخل. طيب طيب انت من تحب اكثر امك ولا ابوك؟ ماما. كفو، حب امك اكثر من ابوك. الحب ابو فراس. كيف الحال؟ شلونك طال عمرك؟ مساك الله بالخير. ارحب الغالي. سلامت الاسفار. شلوم. يوم جيت للديره جانا المطر، يقول الرياض حر وشموس. يا مرحبا مليون. انت اللي راكب هنا السياره عامش كبرى، انت راكب هنا ليه؟ مزاجي. عشان ايش؟ مزاجي. الله يهزك يا فواز من واسع فضله. كلام جميل. نعم، تأكد ان الله رايد لك بخير اطيب من اللي انت بغيته. اسأل الله في هذه الساعة ان الله يعوضك العوض الجميل. يا زينك يا فواز، صباح الخير يا حبيبي. يا مرحبا يا احمد. اول شيء يصبح عليك بالخير. شيء ثاني يا طويل العمر والسلامة، ان شاء الله ان نغليك مثل ما انت تغلينا. العنصرية نشبتني عنها، اقول عنصريتي طال عمرك للدين ولا الوطن وللمليك بن سعود، جعل ربي يديمه لنا. نعم انا في ذا المجال عنصري واقولها بالفم المليان، لكن في الموضوع اللي قبيل شفته هذا طال عمرك فخر بابناء القبيله ولم توفق في السؤال صراحه، واكون معك صادق وعشان ما عاد تنشدني تقرويشنا. اي فعل طيب وينومس الاكلبي ينومسني انا، وبفتخر به عند الرجال وعند الأجناء. فعل ابن عمي بالله بفتخر به، وهذا من أبناء القبيلة اللي يخدمون الوطن، أبدا ما في عنصرية. فخر وأنا أفتخر بأبناء القبيلة، وعسى الله يديمهم وعسى الله يكثرهم، ومن مناصب عليا لا مناصب عليا يستاهلون، من خذ شيء يستاهله، وهذا فخر ولا له دخل في العنصرية. عشان ما عاد ترسل لنا حتى في التويتر تقرويشنا، مرسل لي في الخاص وترسل لي هنا، قروشتنا الله يقرويش. ومحبتك مهد بصيرة، الله ربنا وربك. زال ما اصبر اصبر بوريك. ايه بوريك، اخلي البينة تمسي يا ابو مناحي. جيب جيب يدك، فك يدك جبها، جيب يدك. انا زال هو عقلي انا صلى الله عليه وسلم.
مسوي اذكار وما شاء الله. طب لا تخيل انا شلون تمسوي يوم ان المرأة عندها لا وجه لا وشنو بعد خرب ديني شو شو مقاتل انا ما المؤتة نحاطة المصحف شو 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 تعلم ان كانك بتشق الجلد وراك تعب معلم طلعت من القلب تبي تبي المرة ساحف ابوها هذه خاطر منها غير وش غيرها والله ما عندها علاقة والله داري وكذا وغير شيء لا يقولوا يعرض من عند بيت عم بريكس لا يقول ما سكنيه اي نفسيه يا رجل وانك اعبا من المتعاضي ما تشعر ما تعلمه والله ما تعلمه ما نعلمه يا سالم عنا سبحان الله بحمده كم سبح تسبح اسمع على الصراط المستقيم داخل يوم على الصراط المستقيم انا وياك وبعد الجارين بالصراط المستقيم والو مشان مشان انت في البيت وقف يا رجل والله وقف الموت رايح فيه مرحبا يا ابو مناحي تاسلك ما تعملك ها ما تحب العيشه مرحبا واوي اعقب لعنه بدل وجي وش جينا عشاء الوناس تنقي حاجه بسيطه حاجه بسيطه ما يفهم عربي يتكلم بالانجليزي اسكسيزي اوزمي يعني الربع احنا بنلعب بولينج اخر واحد السادس احنا سته السادس يلطمون هالباقين كلهم خمسات اتفقنا انا عندي راي الاول يصفق سالم والثاني يصفق سالم والسالم يصفق الجميع بعدها ايش رايك اللي بيصفق سالم قبل ترى سالم لا صفقتك علمنا وش انا بسك ليه انت مكروه عند الجميع لا عاد انا عاد عندك يبي عين فيك انا مكروه الرجل يبغى يلعب بليه يعني لو تتمنى واحد تلطمه من شايل هو الابتسامه ذي